قبل ما نبدا الفلوق اكو قناه شخص عراقي اسمه دكتور طاق، رابط قناته جوا بالوصف، عايش باوكرانيا ومحتواه جميل ورائع ومتنوع، اتمنى تزورون وتشيكون قناته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم يا اصدقائي بالفلوق الاخير هنا بهيوستن. اليوم راح نزور شركه لامبورغيني وراح نزور شركه بورش واودي، وراح اصور لكم سيارات مال الجيش الامريكي، وهسه راح اصور لكم المتحف اللي موجود بهيوستن. جايبين ماميز ومن هالسوالف، هسه راح نصور. هواية من اخوان عمر زكي عايشين بهيوستن، بس اشو مدى اشوفكم ليش؟ وفترينا هنا وهسه رايحين اللامبورغيني، لامبورغيني. عمر طلع ناس المناظر وراح اجيبها. انا لما بالفلوق الفات سويت اخر تطيرة، كانت ناس الواير وجيت للسيارة ورجعت، عبالكم قابل الفلوقات سهلة، عبالكم السفرات سهلة، عبالكم الله المستعان. طبعا هواية اماكن كلش حلوة بهيوستن ما رحنا لها، لكن تركناها على مدفة سنة سنتي، ما اعرف الله اعلم كم فلورز راح نكون وقتها، بس راح اجيبكم هنا وراح اونسكم وراح افرفركم على الاماكن اللي ما جبتكم عليها بها. Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. صلنا شباب الشركة لامبورغيني مستعدين نبدأ التصوير. تصوير أحلى سيارات بالعالم. 1 2 3 وهسه يا شباب راح اصور لكم سيارات الجيش الامريكي. وهسه يا شباب راح اصور لكم سيارات التسلا اللي هي كلش غاليه وكلش زينه مثل البورش واللامبورغيني. 1 2 3 وبهيجي اكون خلصت تصوير سيارات التسلا. هذه هي السيارات اللي بيها خاصيه انه ممكن السوق من بعد، يعني انت تحدد المكان بالجي بي اس اللي تريد تروح له وهي تسوق لك. اكو هيجي تطور التكنولوجيا، ما اعرف شلون راح تصير بالمستقبل. بعد سعر اللامبورغينيات اللي شفناهم كان بين ال 150 الف الى ال 250 الف دولار، اما التسلا 100 الف دولار وجوه.
طبعا عندكم اكيورا وعندكم مرسيدس وعندكم كورفيت همينا شفناهم، بس ان شاء الله المره الجايه نزورهم. هاي جاكوار شباب، وهسه رايحين للبورش. يلا شباب هسه راح نبدي تصوير البورشات الرهيبات. 1 2 3. تسألوني عن الراحة والسعادة والرزق والتوفيق، فأقول لكم هي كاختصار بالالتزام بالصلاة. أما إذا سألتوني شنو أفضل تجارة عمر جربتها، فهي التجارة مع الله سبحانه وتعالى. هاي مدة الطريق اللي هسه راح نسوقه. جينا المحل الدولار على مود نشتري لنا سناكس للطريق. وأكيد رحلتنا الطويلة راح تحتاج بنزين هواية، وهذه أسعار البنزين على السريع للي يحب يعرف الأسعار. اوكي شباب وصلنا، وهذا عمر، ودعكم، وهسه خلينا ويا نهاية الفلوج. اتمنى من كل قلبي انه انتم كالعاده ما حسيتوا بمده الفلوج وانكم استمتعتوا بالفلوج. واحب اقول لكم انه الفلوجات اللي فاتت اللي ما شافها يعني همينه فوت شيء، لانه بعض الفلوجات اللي فاتت احلى من هذا الفلوج. اليوم لاصدقائي راح نشوف السيف الثلجي او الجليدي اللي احنا بالفتره الاخيره شفنا سيف ناري اللي هو مثل النار صدق، يعني مصممين تصميم خرافي. اللي ما شافه همينه يقدر يروح يشوفه، وبنفس الوقت هو ذاك همينه فلوج، وبنفس الوقت بنهايته انه اكو موضوع شيء. فهالمره سيف جليدي شلون صنعوه راح تشوفون، وحقيقي ويقطع اي شيء يعني. فخلينا نشوف هذا السيف الجليدي. تعتقدون هذا راح يقطع هذه البطيخه؟ واو، هسه راح نشوف اذا راح يقطع هاي البطيخه او لا. انا ألان بان، ومنذ كنت صغيرا كنت اتمنى اسوي سيف من ثلج، ما ادري ليش كنت احبه، واعتقد انه راح يكون في شيء مميز. الثلج جدا قوي، وبنيه مادته الكيميائيه جدا قويه، ممكن ياخذ ضغط قوي مثل ما انتم شفتوا وقف عليه وما صار شيء، لكن الثلج ممكن ينكسر بسرعه ايضا. هسه راح يروقكم، شوف شلون يعني راد يضرب التفاحه راسا انكسر الثلج، لكن هو عنده طريقه خاصه يصنع السيف الثلجي. سودا وايس، بعض الاحيان يكون حتى بولت بروف يعني ضد الطلقات، هالقد ما هاي الماده راح تصير قويه. يصنعها من الثلج والسودا واشياء ثانيه، هسه راح نشوف شلون ده يصنعها. الحمد لله. ما حد يشمت العاطس بالتعليقات؟ احيانا اكو ناس ما يعرفون يشمتون العاطس، تعرفون؟ اصلا اكو ناس يجوني برا سال ما يقولون السلام عليكم، يقولون يا هلا مرحبا ما ادري شنو. واكو فلوج عمي انا من زمان نزلته، فانا قلت لكم اللي وصل لهاي اللحظه اللي انا زينت بيها خلي يكتب لي نعيمه تجاوب التعليقات، والتعليقات انترس ابو ابوها كله نعيمه. هذا الفلوج يمكن وصل فد 200 الف مشاهده هيك شيء، كان من احلى فلوجاتي. طلعت بالبايسيكل وافتريت بمنطقتي كلها، اسم الشرطه طردوني من المول. المهم انه التعليقات كلها كانت الاملاء غلط، نعيما كلهم كاتبين نعيما بها نون بالاخير، هي نعيما لازم تنكتب بالتنوين الف وفوقها شخطتين، فقليل ناس كلش كتبوا نعيما بالاملاء الصحيح. فيعني هذا دليل كلش 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 بسيط على انه احنا يعني في عالم اخر. المهم ما لنا علاقه، الله المستعان، خلينا نكمل. يقول لكم 14% يصنع من الكلينكس و80% مي. ليش كلينكس؟ لانه الكلينكس بماده الماده اللي يحتاجها هي لصنع هذا الشيء. هذا الثلج العادي، شوفوا بالهامر بالمطرقه، هذا الثلج العادي كسر، شوفوا هذا يضرب بيه ضرب جام ما يكون شلون ما يصير ما ينكسر ولا يصير بيه اي شيء. يعني صدق هاي ماده فعاله، يعني انا في اليوم اذا ردت اسوي ماده قويه انا بدي احافظ بيها على فتشين مثلا راح اسوي مثل هاي الماده. وهذا السيف اللي هو الصناعه، يقول واو بارد كلش، يدي راح تتثلج. قال انا للاسف ما قدرت اصنعه حاد لدرجه، لانه ما تقدر تصنعه حاد، ما عندي الشيب اللي صنعه حاد او القالب اللي صنعه حاد، فانا بالسكينه سويته حاد وحط عليه اضويه، وهسه راح تشوفون ايش راح يقدر يقطع بيه اشياء. اللابتوب شكل حسنا باي كريت سورد سيقطع البطيخة. هاي التجربة الأولى، تعتقدون راح تنقطع؟ ما انقطع. قال هالمرة راح اشوتها بأقوى. تيست نمبر 2، التجربة الثانية. اوه لقد نجحت بالفعل. كيف لو انه هذا السيف سووه حاد بدرجة يعني مثل السكينة الحقيقية، راح يكون سيف صدق خرافي. لو كان حاد اعتقد كان قطع هذه همينه، بس ما تنقطع لانه مو حاد.
هاي سعاد. هاي بالليل الأضوية شوفه فعالة. يقول له سنومان شكله صديق يعني إنسان طيب، ليش هيك تسوي بيه؟ هذا الشخص على قناته أكو أشياء مميزة هواية ينزل، يعني ممكن تتعلم منها مثلا يعني أشياء كيميائية، أشياء تشبه الاختراعات ومعلومات حلوة. وأنا أنصحكم على اليوتيوب تتابعون هيك أشخاص أو تشوفون الأشياء المفيدة، مو كلها تحشيش وكلها ضحك، وترى الحياة مو كلها يعني ضحك وونسة وأشياء يعني ما منها أي فائدة. حاولوا يعني كاختصار إنه تنظمون وقتكم، تستغلون وقتكم. وأنا على قناتي الثانية دا أنزل حلقات، مثل ما شفتوا نزلت حلقة هاي الجنطة اللي لازم تكون بسيارتك، نزلت حلقة الجدول هذا ماتي اللي أنا مسوي قبل 4 سنوات اللي سوى حياتي أحلى وسواها منظمة وأحسن، نزلت لكم حلقة أيضا عن الدراسة وشلون كل الأساليب والخدع والحيل اللي كنت أستخدمها بالدراسة اللي تخليني من الأوائل واني نايم، يعني إنه أشياء وحلقات مفيدة على قناتي الثانية. فصدق أتمنى إنه دائما إنه تكونون مشتركين بقناتي الثانية ومتابعيها، لأنه بعدها من عندي هواية حلقات مفيدة دا أسوي لكم إياها وراح أسوي لكم، وبإذن الله تعالى أني مستمر دائما ونحو الأفضل. وعلى الإنستغرام باقي شوية ونوصل 10,000 مشترك، ونزلت صورة وقلت لكم يسألوني جواها أسئلة، يمكن 300 واحد سألني إلى حد الآن، كل الأسئلة كانت مميزة الصراحة. فاللي يريد يسألني سؤال مميز أو ما حد سألني قبل هيك سؤال أو في شيء صدق أنت تريد تعرفه عني، روح للإنستغرام جوا هذه الصورة واسألني هذا السؤال، وإن شاء الله بحلقة اسألني الجاية أقرأ كل أساميكم وأسئلتكم. لا تنسون تزورون قناة واحد عراقي جوا، رابطها بالأسفل اللي هو تقدر طاق، وكل شيء بالوصف اللي هو المزيد جوا يعني جوا الفيديو. نشوفكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة. أسعد نفسك بنفسك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.